يلا هتكتبي the museum ايه؟ ايه؟ عايزة ايه؟ انا مش سامعة. مش عارف، مش عارف اكتب. عرفت ليه؟ انت كتبتيها قبل كده صح، كتبتيها مرتين مش مرة واحدة. وبعدين انا كنت منك ان انت تكتبيها صح، لو انت مش عارفة تكتبيها عادي. مش عارف اكتب. لا هتعرفي، مش مش الانجليزي عارف. صح. انت جربتي ولقيتي نفسك كتبتيها غلط؟ لا. يلا ذا ثواني ثواني بسرعة علشان احنا كده بنضيع الحصة كلها. يلا يا آية. آية الله يمين، يلا جاهزة. مش بس بكتب صفحة بس الأبو. يلا ذا ميوزيوم، اقري قولي الكلمة وانتي بتكتبيها. هتكتبيها ميوزيوم، ميوزيوم، أميو كملي ميوزيوم. أميو قولي الكلمة وانتي بتكتبيها، قوليها. أميو اس اي يوزيوم يو ام بالظبط. is is i s in front problems is i s in front in i n front f r O M off of O F the O F the library. library طيب برافو عليكي. بعد كده
and and a m d of the then d h a restaurant 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 اللي هي ايه مطعم فاكره restaurant افتكرت R E S restaurant T A U R A A M G T برافو شفتي كنت مكتوب عارفة is is I S بعد كده behind is بعد كده ايه behind يعني ورا behind behind this will be fine next انا خلاص اهي كنت بي هاي يا بي بي اي اتش اي ام دي ذا ذا ايوه تي اتش اي بعد كده ذا احط لك ذا بيتش بيتش بي اي اس بي اي اي سي اتش بعد كده and اند اي ام دي next ولي ام بعد كده next to نكس to تي او بعد كده a park ذا park ذا اتش بارك park ايه اوكي بار بعد كده خلاص كده خلصت شفتي صغيرة ازاي وانتي النقطة كتبتي كتبته نقطة اهو انتي بيهدني الكتابة صح؟ حباني لما كتبت بس مش فاهمة الكتابة صح؟ عليه مش فاهمة ليه يعني مش عارفة فروق الدنيا الغمور صح؟ ليه هصورها لك؟ هصورها لك بعد كده انت تشوفيها انتي فاهمة انتي كتبتي ايه صح؟ اقريها كده ده ما ماري ميوزيوم ذا ان فرنا فرمان
مش فاهمة. فاهمة ايه يا ايه؟ انت لسه كاتباهم، اقريهم بالراحة يا حبيبتي وعدل. طب كل مش قلت لهم كل مش عارفة هي أولها FROM، أولها FROM كده. اول ار او ان دي تبقى تتقال ازاي؟ اقري الحروف اف بتتق ف، ار بتتق ر، او بتتق او، وان بتتق ن. حطيهم بقى كده. أنا مش فاهمة أنت بتقولي إيه. انت عارفة الحروف بتتتق ازاي؟ إيه؟ انت عارفة الحروف بتتنطق ازاي؟ يبقى إيه؟ ورا بعض، يلا. يبقى فارا او نا فارم 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 فرونت فرونت فرونت، اوف ايوه فرونت فرونت. اوف ذا لايبراري ام فارا ريستور ام ايوه رحتي فين؟ أنا واقفة عند A U R ريستورانت restaurant لسه قايلاه. restaurant restaurant ريستورانت ماله؟ خلاص احنا هنكمل في الكتاب. طيب بعد كده لما تيجي تكتبي ابقي اكتبي كل كلمة وجنبيها مسافة علشان تعرفي تفرقيهم عن بعض، ماشي؟ ايه لا تقولي ايه أقولك لما تيجي تكتبي بعد كده ابقي اكتبي كل كلمة وجنبها مسافة، انا سمعت ابقي اكتبي كل كلمة وجنبها مسافة. انا سمعتك مش سمعتك سمعت طيب فهمتي اللي انتي سمعتيه؟ يلا افتحي الكتاب على بيج 50. استني هقولك، شفتي ايه؟ هقولك ثانية واحدة. 100 حرف هجيبها اهو، ايه مفتحتيش اصلا بيج كام؟ هتفتحي على تسع بيج 53. بتضيع مش احنا اخدناهم أخدنا اللي فوق بس، أخذناهم كلنا إيه؟ أخذناها أخدنا اللي فوق بس، مش أخذناها زي مش يعني مكتوبة عنه حلينا اللي تحت، اه خلينا ما حليناهم. طب قولي لي كده لا ثواني لا مش محللناهاش انا بس اللي تخيلتها تخيلتها محلول يلا يلا على طول، احنا فاكرينها يلا صح؟ اه
دي أول ينفع؟ واحدة. ماما زي ميسي. نيس يلا يلا نمبر 1، انا هسيبك انت تحلي دول. ماشي. يلا محلوم زلوة ما تقولي لي، ما احنا حالين زيهم فوق. زي ايه؟ احنا عدينا دول قبل مش فاكرة حاجة. ايه؟ واخدين اللي فوق، مش احنا كنا شارحين وانتي عارفة يعني ايه in front of ويعني ايه next to و behind the. هو انتي مش بتذاكري لا أنا عارفة حروف بس مش عارفة. واحنا كنا بنتكلم عن ايه الحصة اللي فاتت او ما بقاش القبل اللي فات. مش انتي بتذاكري الدروس اللي انا بديها لك؟ بذاكرها بس مش في الكتاب ده، كتاب مختلف. هي 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 ده وهو مختلف. يا حبيبتي، مختلف مختلف مختلف. ايوه انت جربتي تحلي ولقيتي نفسك مش عارفه تحلي؟ لا اعملي زي الابن، مش هعرف اتملى وفي الاخر كتبتيها كلها صح. اقري وجربي تحلي. يلا يعني ماشي انا زي معاكي. ايه نقط ب اي ني ني ورا حاجة اسمها ايه؟ معرفش. هو انا هاجي امتحن معاكي في الامتحان، ما ده هيبقى موجود في الامتحان فهتضطري تقريها لوحدك، وانا اوريدي قرأتها معاكي كذا مرة ولسه كاتبينها متملين. مش فاكراها. احنا لسه كاتباها ولسه سألاني عليها. متمالين نصها، لا انا متمالين نصها بس ولا كلها، انا قصدي على الكلمة او الكلمة اللي انتي مش عارفة تقريها، انتي لسه متملياها وسألتيني على معنى. انا مش فاكراها. قربي مش فاهماني هاي. أنا بقول قصة أهي بهيك. أول مصطفى أول مصطفى بهيك. قصة الطيور مش سامعة حاجة. يعني. أنا مش فاكرة الدرس. أنا دي ايه؟ ما مش فاكرة الدرس، مش فاكرة ايه. بغض النظر عن ان انت مش فاكراه، انا مش لسه جاكي دلوقتي. بغض النظر عن انت اديتيني نص نص. رابع سؤال، بصي كده في الكراسة هتلاقيكي كاتبة نفس الكلمة اللي انتي مش عارفة تقريها. انا كبابة بس ما قريتهاش. أنا قلتها لك وانتي سألتي على معناها. ومعناها كان ايه؟ ورا، وأنا قلتلك على معناها وانتي بتقريها. behind. مين behind، قصد شفتي؟ على behind؟ ما كانش قصد على behind. لا انتي كنتي بتقري في behind دلوقتي وما كنتيش عارفة تقريها.
امال انت كتبت على ايه؟ بهاي زي مو قوم صوب احنا دلوقتي هنبص على الصورة ونحط الكلمات. فأول واحد بيقول there is a store next to the park، بيقول لك في ستور جنب البارك. احنا هنشوف بقى ايه اللي ورا ايه وهنحطه، وحطيت لك الكلمات في الشريط. ستور جنبها جنبها ستور جنبها جنبها هنشوف ايه بقى ورا ايه. عندك ايه الحاجة اللي وراها حاجة تانية؟ الستور وراها السكور ماشي، وايه كمان؟ ولا لايبراري قدامها والماء والميوزيوم وراها اللايبرري ماشي، تعالي يبقى كده. استني، السؤال ده هنكتب فيه ايه؟ ثاني سؤال ايه؟ لسه قرياه. There is a behind the، هنكتب library museum and library هنكتب ايه الاول؟ ايه اللي ورا ايه؟ الموزيوم library ورا الميوزيوم بالظبط، اكتبي كده وبعدين اكتب اقريها. اكتب library الاول بعد كده ميو ام يو اس اي يو ام خلصته يلا اقري السؤال اللي بعديه. there is a next to there is a next to هو يعني ايه؟ ماشي، to جنبها ايه بقى هنا جنب ايه؟ البارك جنب الستور وإيه كمان؟ والعربية جنب الميوزيم العربية جنب الميوزيم الثاني بصي كده، إيه اللي جنب اللايبراري؟ اللي جنب اللايبراري ما لايبراري 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 يا كذا نطق، ممكن ناس تقولها لايبراري وممكن ناس تقولها لايبراري. يلا، ايه اللي جنب اللايبراري؟ لايبراري ميوزيم لا، اللي جنبها في الصورة اللي تحت اللي احنا بنحط. الصورة اللي تحت مش مكتوب عليها الأسم مكتوب عليها بس مكان فيه ترابيزة وكرسيين، تفتكري ايه؟ هتكون ايه؟ تربوزة وكرسي برضه بيكونوا في الميوزيم ايه؟ بيكونوا في الميوزيم كمان لا، ما بيكونش فيه في الميوزيوم ترابيزة وكرسيين. شوف، شوفي كده في الكلمات ايه الحاجات اللي ممكن يكون فيها ترابيزة وكرسيين. ريستورانت بالظبط، الريستورانت. ريستورانت يعني ايه؟ مطعم والمطعم بيبقى فيه ايه؟ ترابيزات وكراسي.
فكده اللايبراري جنب المطعم. هكتب مي رايب اللي هي ريستورانت ار اي اس تي اي يو ان اي جنبها اللاي ال اي بي ار اي ار يو ذير از اي نقاط ان هارت فروت قدام قدام يعني ايه؟ ها؟ قدام يعني ايه؟ ايه؟ behind قدام اقريها اقريها دمي فين أصلا هو اللي انت بتحاولي تقريها دي. نمبر فور فرونت 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 تو فرونت فرونت تو ذا فول ستوب نوت فول ستوب اف بتتقي ازاي؟ ايه ايه اف فا 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 او اف اوف اوف يبقى in front of in front of تمام. man فرونت اوف يعني قدام. طب ايه قدام ايه؟ عندك بحر يعني ايه؟ بحر مثلا البحر بحر 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 بيتش 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 ايه اللي ورا البيت او ايه اللي قدامه البيت؟ أنا قدامي مان يو ميوزيم يبقى كده هتقولي ايه؟ بيتش قدام الميوزيم ايوه بس ما فيش نفس بيتش مش مهم، مهم بس احنا ازاي؟ لا حاجة في الاختيارات خلاص خدي حاجة تانية. ايه حاجة تانية قدام بعض في الصورة؟ تكون قدام ستور عكس الستور قدام السكول صح؟ أنا قصدي أقول كده يلا اكتبيها واقريها. ستور اس تي او تي او ار اي ستور اس او اس تي او 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 ال الله اقريها بقى، اقري كله على بعض، الأسئلة كلها ورا بعض.
It is a library behind the main museum. There is restaurant next to library. It is a restaurant in the in Paris. Part مش احنا قلنا، مش قلنا ريستورانت، قلنا ستور. store in Paris need for need for ايه؟ لا مس Front of مس مس تقول ايه؟ in front of انا كنت هو library كنت قلنا ايه؟ library. احنا قلنا school. The store is in front of the school. in the front of a school The school. eh The school. ماشي. ليبل البيج اللي بعديها. بص يا ايه، سامعاني؟ معاك احنا عندنا حاجتين، البني يا اما بيعيش في السيتي او في الفيليج. في السيتي، يعني اقول لك واحده واحده. السيتي زي مثلا شرم الشيخ، زي القاهره. ماجين، أنا عايزة أسألك أنت الكلمة اللي بعدها بس، ما الكلمة اللي بعدها إيه بس؟ فيليج، فيليج، يعني إيه فيليج بقى؟ يعني مكان زي اللي هو ايه، عارفة يعني ايه أرياف؟ إيه؟ قرية. عارفة يعني ايه قرية؟ أوه. يعني قرية. ليه فيليج يعني قرية. بس يعني قرية ايوه، انما سيتي يعني مدينة. وقرية في المدينة لا، القرية مش بتبقى في المدينة، بتبقى الله مدينة في القرية. المدينة بتبقى كبيرة، القرية بتبقى صغيرة وبيبقى فيها المزارع وكده، انما المدينة مش بيبقى فيها مزارع. المدينة بيبقى فيها عماير وبيوت وقطر وكده، انما القرية مش بيبقى فيها كل ده، بيبقى فيها بس يعني بيوت صغيرة، حيوانات، تمام، والله فيها ارض زراعة كده، تمام. فهمتي؟ علي نقرا بقى هما بيقولوا ايه. هم نمبر 2، اقري. هانا، هاني اند هانا، أميرة. أمير عند أمير
هني عند أميرة النهام. بصي انا هقرا وانتي بصي على الكلمه وقوليها ورايا. ماشي ماشي. ماشي. Yes, I do. بس I do. The city has stores, It has stores, restaurants, restaurants, and parks. web parks, And parks. and toboggans. There are a lot of people. There are a lot of people. Hello, Eunice. You know language. Hello, Eunice. Hello, Eunice. I'm Hani. I am Han. This is Hannah. This is Hannah. Welcome to Cairo. Welcome to Cairo. Do you like our city? What our city? Do you like our Do you city? like our city? Hello, Hannah. Hello, Hannah. Hello, Hani. Hello, Han. This is my cousin, This is my cousin, Eunice. Eunice. This is. He is He is. visiting us. Bring up. Visiting us. This is thing of. Visiting us. Eh? Visiting us. Visiting up. Visiting us. Visiting up. Him? يعني هو Huh? بيقول ايه، هما هنا بيتقابلوا هانا ويونس وهاني، بيسلموا على بعض وبيقول لك ان السيتي فيها ستورز وريستورانتس وباركس وفيها ناس كتير، تمام؟ وبيقول لك تمام. ان هاني يونس جاي يزور هاني وهنا، تمام؟ تمام. تعالي بقى نكمل الجزء ده، هقرا وهتقري ورايا برضه. يلا. I live I live in a village. a village. A village. Have In in the a a village. bullet. It's small. It's small. There are There are these wheels. these Trees, trees trees, and and farms. more. There are trees and farms. Trees and burn. Daddy, Daddy, can we visit? how we visit? Can we visit And we visit Eunice's village? village. Yes, we can. Yes, can. There are There are many Timmy different and different different places places in Egypt. in Egypt. تمام. يعني هو تمام. بيقول هنا ايه، بيقول لك انا عايش في الفيليج، هي صغيرة وفيها تريز وفارمز، وانا بلاي مع الانيمالز في الفارمز. ماشي. اه
تعالي بقى نقرا اللي تحت ده ونرتبهم مع بعض، يعني نعمل ماتشنج. تمام ماشي يا ايه، ماشي. يلا اقرا. نمبر 1 يونس. يونس لب 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 ليف. لب تمام، يونس ليفز. يعني عارفة يعني ايه؟ ايه ميس ايه عارفة يعني ايه؟ يعني ايه ما سمعتكيش اصلا انت بتقولي ايه تقول ايه؟ مش سامعاكي مش سامعاكي يعني ايه يونس ليفز؟ ميس ليفز يعني نورس عايش ايوه، يونس عايش فين بقى؟ تعالي نرتبها مع الجملة بتاعتها من الناحية التانية. arm routine main and farm هنا اللي قدامها على طول رقم ايه اللي يهي قدام يعني ايه؟ معناها ايه؟ معناها كده هو معناها لا. كده بتقول ايه؟ There are trees and farms. There are trees and farms. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ قولي ايه ميس اقول لك يعني ايه؟ ممكن تسألني ثواني بس يعني ما حضرتك يلا ايه بقى؟ ميس نعم. بعد كده ميس اقرا وبعد كده رقم 2 وميس قولي ايه غلط، انت ما قلتليش معناها ايه؟ معناها ايه انا عايزاكي تقولي لي، مش انت بتقولي هي دي؟ طب معناها ايه؟ معناها مش معناها ايه انتي قلتي يا حبيبتي ان هي دي طب انا وصلتها ايه؟ وصلتها طيب وصلتيها ليه؟ مش انا قلت لك غلط؟ انا ما انت قلتيها غلط على ما انا وصلتها قولي عندي مش قراتها ما وصلتهاش انا قلت لك، قلتي الاجابه وبعد كده قلت لك قولي معناها، رحتي انت قايمه ما اعرفش رحتي فين. انتي وصلتيها ليه قبل ما اقولك دي صح ولا غلط؟ انت قلت لي صح ورجعت قلت لي بعد ما قمت ما سمعتكيش ورجعت قلت لي غلط اهو مفيش صح. طب احنا نقعد نتنيت نعم؟ لا، مفيش لو سمحت قولي انت قلتي ايه؟ بقول لك احنا نقعد نتكلم مش هنتكلم بصوت عالي. بقول احنا مش هنقعد
مش هنعرف نتكلم كده كتير. بتكلم كده كتير. طيب انتي عارفة ان كده عيب، وانتي اسلوبك بقاله حصتين مش عاجبني. قلبي حلو، أنا بس كنت متعصبة شوية عشان مش سامعين. لا انا سامعاكي وانتي سامعاني، وعيب تكلميني بالاسلوب ده. لما تكلمي التيتشر بتاعتك عيب تكلميها كده، تمام؟ مفهوم؟ أيوة مفهوم. اتفضلي اقري تاني وهتقولي المعنى. يلا وين اقري. وين مين؟ لا انت مش بتقري ليه؟ بقى هو ما بتقريش. يلا يونس، يلا يونس لاف يونس لاف يونس ليف. نكمل، مش هنفضل اللي انت لسه قاريها. يلا يونس ليفز. ايه الإجابة بتاعتها؟ يونس عايش فين؟ فين؟ مش احنا قلنا فوق يونس عايش في فيليج، يبقى انه إجابة صح. معلش قوليها تاني. سكتي ليه؟ سكتي ليه؟ بس انا كان قلت خلاص الكوميك. لا ما سمعتهاش، قوليها تاني. ذا فيليج in a village. in a يبقى وصلت 1 ب بي. يلا اري نمبر 2. يونس كان بلاي ويز، يعني يونس بيلعب مع ايه؟ وانا يا بلاتفورم دي ايوه بتاعت فارم دي، اسمها ايه بقى؟ اللتر اسمه ايه؟ ايه لا اللتر دي. هو بيقول بيلعب مع ايه؟ بيلعب مع الانيمالز اون ذا فارم، بيلعب مع الحيوانات في الفارم. نمبر 3 in a village، يعني في ال... هي كل نمبر ايه ميس؟ تقولي ايه؟ هي نمبر ايه؟ هي نمبر 8 بالظبط. في الفيليج في تريز وفارمز. نمبر 4 يونس لايكس ذا سيتي بيكوز، هو ليه بيحب السيتي؟ عشان سي يفتح، عشان يفتح برد ألعاب وجميلة وبنقدر نلعب حلو. لا احنا مش بنجود، الإجابة المكتوبة في الإجابة، تمام؟ عايزاكي تصوري لي اللي انت كتبتيه في الأول، spelling، وتبعتيه وتاني مرة الحصة الجاية. لو الاتيتيود ده فضل كده، لو أسلوبك ده فضل كده، أنا هكلم مامي، لا ولا علشان كده عيب. وتذاكري اللي انا بديه لك. والله ذكرت امبارح، انت امبارح بس ليه؟ انا بديكي بقالي داخله اكتر من شهر. ذكرت امبارح، قول امبارح، قول امبارح، ذكرت 3 أيام ورا بعض. ايه اللي انا اديكي منه تذاكريه على طول علشان ما تنسيش.
ماشي. عارفه انت هتعرفي ازاي تقري وتسمعي انجليش؟ عايزاكي تسمعي انجليش كتير. ازاي اعرف انت تسمعه؟ ايوه اسمعي كرتون، اتفرجي على كرتون بالانجلش عشان تعرفي تفهمي. هي هنقرا تاني، وعايزاكي تتدربي على القرايه علشان لما اقرا انا وانتي تعرفي تقري. ماشي تمام، تمام. يلا مع السلامه.